اهلا بيكم معانا مره تانية في ثالثه لا مره تانية في الجزء الثالث. انا عايز اقول بدل ما اقول مره ثالثه في الجزء الثالث، اهلا بيكم معانا مره ثالثه في الجزء الثالث من تقييم رحله نيويورك. الجزء ده احنا مخصصينه للكلام عن تجربتنا في البرودواي، اشهر الاماكن المختصه بالعروض المسرحيه على مستوى العالم في نيويورك. طبعا زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، نفكر سريعا كده، البرودواي هو موجود جنب تايم سكوير في قلب مانهاتن جوه قلب نيويورك، وفي مسارح كتير جدا في الحته ديت وكلها بتتبع البرودواي. احنا دخلنا مسرحيه الادن او علاء الدين، مده العرض ساعتين ونص بالاستراحه، الاستراحه مدتها حوالي 10 دقائق تقريبا. طبعا هي رانيا عايزه تشرح فكره الوعاد جوه المسرح، وهنتكلم بقى التجربه شكلها عامل ازاي. اتفضلي. المسرح هم مقسمينه، يعني في بالكوني دي بتبقى فوق، اعتقد زيها زي عندنا في المسرح بتاعتنا، في بالكوني فوق وتبع الجناب، في الجزء اللي تحت اللي هو بيبقى قدام المسرح على طول، ده بيسموه منطقه الاوركسترا. مش معنى الاوركسترا ان العازفين هم اللي بيبقوا قاعدين هنا، لا، دي هو انت قاعد حوالين الاوركسترا، هو انت قاعد حوالين الاوركسترا، يعني الاوركسترا موجوده بتعزف لايف، وكل الكراسي اللي حواليها دي بيسموها اوركسترا. وبعدين احنا كنا قاعدين في ميزاني، الدور الثاني ده ميزاني. في الاول برضو ما كان، يعني كان حلو، كنا شايفين الستيج كويس جدا، الستيج وشايفين الممثلين والكلام ده. بس هما يبقى في بالكوني، في ميزاني، في اوركسترا، هما ثلاثه، وكل دور يعني مثلا البالكوني كانوا بيطلعوا الدور الثالث، الميزاني بيطلعوا الدور الثاني، وهكذا. طبعا الاسعار مختلفه برضو بالمناسبه، يعني اقل سعر تذكره بالضريبه بتاعتها حوالي 95 دولار، وبتطلع بقى لغايه سعر التذكره واحده بيوصل لغايه 350 تقريبا. احنا خدنا التذكره بتاعتنا كانت حوالي 160، دي قعدتنا في نعتبر كاننا قاعدين في نص المسرح، بس احنا في الدور الثاني، في اول ثلاث صفوف في الدور الثاني. شايفين المسرح كويس جدا، يعني انا بقول كده ليه بندي التفاصيل دي بزياده، عشان اللي يحب يتخيل القعده شكلها ازاي لو هو هيطلع يروح المسرحيه، يبقى فاهم احنا كنا شايفين ازاي وايه. شايفين وشوش الممثلين حلوه جدا، تفاصيلها باينه ممتازه جدا. القعده فوق كمان احلى من تحت. ليه؟ لانه انت شايف العمق بتاع الديكور اللي معمول، شايف العمق كويس جدا. فبصراحه انا كنت خايف ان القعده ما تبقاش حلوه، لا، القعدة ممتازة جدا بصراحة، والمسرح كان مليان، مفيش كرسي فاضي، أنا كنت متوقع مفيش كراسي فاضي، لا، مفيش كرسي فاضي، وإجراءات الدخول سهلة، وإجراءات الخروج سهلة، التذاكر بتاعتك بتشتريها أونلاين أو بتقعد تشتريها من مكان. طبعًا أنا أنصح للي يحب يشتري أونلاين، ولو معاك أيفون أو أندرويد لما بتشتريها أونلاين هي بتتخزن لوحدها عندك في الوالت بتاعتك، ولما بتروح المسرحية بتدوس بس عليها بتطلعها، بيعملوا سكان من التليفون بتاعك، شكرًا اتفضل ادخل. لازم الماسك طبعا تبقى لابسه، ويبقى معاك الكارت بتاع الفاكسين بتاع الكوفيد، ومعاك فوتو اي دي، دي الحاجات اللي بيطلبوها منك وانت داخل كاجراءات امن وسلامه وصحيه. يعني طبعا ما قالوا ممنوع التصوير اول ما العرض يبدا، محدش يصور. طبعا انا احترمت ده، انا كنت ناويه اصور بس للاسف ما عرفتش. بس خدنا بعض الصور، وخدت اعتقد فيديو، عامله فيديو انا عن شكل المسرح من جوه، ده ان شاء الله هنزله. بس وانس ان العرض ابتدى، ممنوع تصوير اي حاجه. انا خدت لقطه في الاخر خالص، صوره ثابته مش فيديو ولا حاجه، للممثلين وهم بيحيوا الجمهور في الاخر، دي ان شاء الله ننزلها لكم كده في بوست، نحب يشوف الشكل عامل ازاي. طبعا هي مسرحيه اكتر من رائعه، الممثلين فعلا عاملين اداء رائع، مفيش غلطه في مفيش غلطه. الديكور، البساط السحري، صح اسمها، ما تحسش ان هي اللي هو كبها علاء الدين وياسمين، جاسمين ولا جاسمين انا بقول عليهم علاء الدين وياسمين، يعني هم عرب اصلهم. المهم بصوا يا جماعه، العرض طبعا مبهر، الممثلين حلوين وكل حاجه، وتحياتي ليهم، والاخراج رائع. بصوا يا جماعه، الحاجه اللي ابهرتني فعلا ويمكن ابهرت رانيا برضو هي وزينه، هي الاخراج، الحاجات اللي بتطلع من تحت الارض
تغيير اللبس اللي بيتم في اقل من ثانيه يعني يعني تبقى لابس مثلا ازرق وبلطو ما عارف شكله ازاي في ثانيه بقى ابيض بقى ابيض وبقى في راسه برنيطه ولابس بدله يعني حاجه كده يعني تحس انه فعلا في سحر بيتعمل. ولما الجيني طلع برضو من تحت الارض الجني لما طلع من تحت الارض لما علاء الدين دعك المصباح كده بيطلع برضو في لمح البصر بتحس انه يعني عاملين الخدع البصريه الحيه اللايف قدامك بصوره فعلا تديك حق انه يا جماعه تحياتي وتقديري لهم القبعه يعني عاملين شغل رائع الشغل اي كلام لا شغل حاجه اخراج مبهر حاجات كده زي بتاعت ستيفن سبيلبرج بس لايف قدامك السجاده السحريه اللي ركبها علاء الدين وياسمين وطاروا بيها راحوا فجاه قلبين المسرح وانت قاعد تتفرج كانه بقى عامل زي سما ونجوم وشايف القمر وهم طايرين وفي سحاب وقاعدين على السجاده والسجاده مش باين ان هي يعني طب طايره ازاي دي يعني في الوضع الطبيعي تبقى انت شايف حاجات شايله رافعه السجاده مدلدله معرفش مفيش انت مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني عملوها ازاي دي بالاتقان الرهيب ده والسجاده مش مثلا بتطلع كده وتنزل لا دي بتطلع وبتمشي وتلف بيهم وتيجي في وشك كده يعني تاخد وضع افقي ووضع راسي وتروح وتنزل وتطلع ابهار بصراحه يعني الناس دولت عشان كده فعلا مبهرين الحقيقه لا كل حاجه جميله جدا لو عندكم الفرصه تاني انك تروحوا البرودواي وتتفرجوا على حاجه من الحاجات اللي معروضه روحوا مش هتندموا بجد احنا عاملين لها بادجت وحوشوا لها احنا عاملين كده احنا مش مثلا نقول يلا نروح برودواي بكره ولا الاسبوع اللي جاي لا احنا بنظبط لها وعاملين لها بادجت لان هي تكلفه يعني الثلاث تذاكر لوحدهم مثلا بالنسبه لنا احنا ثلاث تذاكر بسلطاتهم ببابا غنوجهم بالمصاريف اللي هتصرفوها جوه المسرح بكده في حدود كام 700 دولار فعشان تعمل ده اعمل بادجت تقول انا مثلا في خلال السنه اللي جايه دي عايز اروح نيويورك او بعد ست شهور او بعد واعمل لها بادجت وحوش لها ما تطلعهاش او انت لو عندك قدره تطلعها مره واحده تطلعها بس انا اقصد ايه او انا ورانيا نقصد ايه انه لو عندك فرصه انك تروح برودواي لعرض من العروض دي ما تفوتوش هتستمتعوا يعني هتستمتعوا تجربة فعلا. عمر زي ما بيقولوا تجربة يعني. حلوة جدا جدا اتمنى ان انتوا تعملوها اتمنى ان الفيديوهات اللي عملناها ونكون ان احنا كفينا كل حاجة ووضحنا لكم كل حاجة لو ما عملتوش لسه سبسكرايب للقناة اتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب وتشيروها ساعدونا ان احنا ننشرها يا جماعة يعني نتمنى ان انتوا بجد تساعدونا يعني ان احنا نحاول ننتشر لان احنا بنقدم كونتنت احنا شايفين ان هو كونتنت يعني في معلومه فساعدونا ان احنا ننشر المعلومه دي اذا امكن نكون شاكرين ليكم ومعلومه سريعه عن الرحله برضو بالنسبه للي جاي نيويورك سواء من اتجاه فيرجينيا طبعا قبل ما لما بتخش على مناطق بقى يعني في نهايه فيرجينيا وداخل بعد كده على ماريلاند ودلوير حد في حته من دلوير تقريبا كده اعتقد على بنسلفانيا على نيو جيرسي على الكلام ده اعتقد بيقابلك تولز او كارتا او بتدفع مصاريف استهلاك الطريق الهاي واي بتكلفك في حدود تقريبا 40 دولار ده بس معلومه للي بيسال يعني ممكن تكلفه استخدام الطريق بتبقى قد ايه 40 دولار تقريبا رايح و40 دولار راجع ولو ما عندكوش الايزي باس هاتوه لان هو مفيد بصراحه الايزي باس اهو احنا اهو ده الايزي باس مفيد جدا انت بتخش بتعمل فاند في الاكونت بتاعك وهما كده كده لو الفلوس بتقل بيبعتوا لك املا تاني يعني حط فاند تاني فده حلو هيوفر عليك انك تقف انك تقف وتدفع وتعدي على طول بتخش على طول يعني مكتوب بيبقى ايزي باس العربيه بتخش على طول من غير بقى ما تقف وتوجع دماغك والكلام ده لان ده بياخدوا كاش برضو ساعات بتبقى الدنيا زحمه بتضطر ان انت تقف في طابور ممكن تقعد لك فيه مثلا بتاع ربع ساعة تلت ساعة بعد ما تروح تدفع. فده بيوفر عليك مدة يعني. أتمنى يكون الفيديوهات عجبتكم وزي ما قلت لكم لو ما عملتوش سبسكرايب يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير ولايك وإن شاء الله تابعونا في فيديوهات تانية ويومكم سعيد وأشوفكم.